اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. كان الاستاذ حسن شعلان بعت لي كاتب: اتمنى حضرتك تعمل حلقه عن سهوله او صعوبه الزواج للمهاجر الجديد الذي يبحث عن نصفه الاخر سواء امريكيه او عربيه، وما هي المتطلبات ان كانت بسيطه او لا، والعقبات في هذا الشان. النهارده هنتكلم في الموضوع ده، فابقوا معنا. في البدايه احب اشكر كل المشتركين الجداد في القناه، اهلا بكم معنا. الحقيقة موضوع الزواج من أمريكية أو عربية، موضوع الزواج عموما في بلاد المهجر صعب جدا، ما أقدرش أقول عليه أنه حاجة سهلة. إن ما كانش يعني بتوفيق من عند ربنا بتبقى المشكلة الحقيقة يعني كبيرة، عشان عوامل كتير جدا النهاردة هنتكلم فيها. بالنسبة يعني أسهل حاجة ممكن نتكلم فيها هي المادة أو التكلفة. دخلت دورت كده في المتوسط العام يتكلف الفرح في امريكا حوالي كاتبين يعني 28,000 دولار، بس الحقيقة 28,000 دولار دولت فوق او تحت. في ناس تصرف 70، تصرف 100، كل واحد حر. في ناس ما تصرفش الكلام ده خالص. عموما بيبقى في فستان الفرح بيتأجر، بدلة بتتأجر، قاعة بتتأجر، وبعد كده القاعة بس تتأجر يعني. حتى الاكل ما بيبقاش انكلودد، فانت لازم تقول لهم عندك كام فرد، فلنفرض 100 فرد، فيقول لك مثلا العشاء بتاع الفرد مثلا 70 دولار او 100 دولار وهكذا. عايز مشروبات ولا لا؟ في افراح فيها مشروبات وفي افراح ما فيهاش. في الريسبشن في الاول، في بتجيب يعني دي جي او بتجيب كل على حسابك، هو بيديك بس القاعه والاكل بيوفره لك. في دي جي انت بتدفع حقه، في الفوتوغرافر او الفيديوغرافر بتدفع حقه. يعني المتوسط العام يعني في امريكا كلها حوالي كاتبين حوالي 28,000 30,000 في الحدود دي يعني. لكن شفت امريكان كتير، وخصوصا اللي هي الطبقه اللي هي يعني المتوسطه واللي زي حالتنا كده، ممكن يعني هو فكر البنت هنا الامريكيه مختلف عن فكر البنت العربيه. والحياة هنا أبسط، يعني ممكن بيأجروا شقة إن شاء الله تاني يوم، العفش كله ممكن يجيبوه بالقسط، وفي فرايتي كبيرة في العفش. ممكن تجيب بتجيب سرير لوحده، وبتجيب النايت ستاند لوحده اللي هو الكوميدينو، بتجيب كل حاجة لوحدها. فأنت عندك فرايتي كتير قوي ممكن تجيب فيها. يعني ممكن تجيب حاجة مثلا ب500، تجيب حاجة ب2,000 5,000، عشان أنت حر. فميزة امريكا ان انت الحاجة يعني ممكن تجيبها تقعد معك سنتين ثلاثة، حاجة بس تقضي الغرض كبداية حياة تقدر تعمل كده. هنا مش لازم بقى يجيبوا طقم مطبخ كذا، مفيش الكلام ده هنا خالص. بيجيبوا اللي شفته يعني الزيجات الامريكية، بيجيبوا اقل حاجة او الحاجة اللي محتاجينها بس الضرورية اللي هيجبوها. ففي الحالة دي بيصرفوا اقل، وبيجيبوا بيروحوا مطعم يتفقوا مثلا عايزين 20 ترابيزة، 10 ترابيزات مثلا بالفرد، برضو نفس القصة بكذا، وياخدوه مثلا من الساعة 2 الظهر مثلا ل5 مثلا، او مثلا من 5 ل7 الوقت اللي انت بتحدده. فبيخلي لك المطعم الصغير بتاع اللي انت اخترته، وبتتفق عليه يعني مبلغ ارخص بكتير جدا. الفوتوغرافر والفيديوغرافر ممكن تجيب حد يعني يكون ابن حلال، يكون هاوي او يكون مش بروفيشنال، فبياخد اقل من الكلام ده بكتير يعني. لان هنا الفيديوغرافر والفوتوغرافر بياخد كتير قوي يعني الافات. لكن ممكن تجيب حد يكون سايد جوب بيعمله، فبيبقى رخيص 150 200 300 دولار، مش الافات يعني زي البروفيشنال. فبتتقضي المادة ما فيهاش مشكلة. لكن الحقيقة في رأيي أنا المشكلة هتكمن في الزيجة نفسها من فتاة أمريكية. يعني ناهيك على أن حصل في مشكلة في العالم كله، في الجيل الجديد، جيل السوشيال ميديا وجيل كده، يعني له خصائص وطباع مختلفة. ست البيت بتاعت زمان اللي كانت بتاخد بالها من جوزها وعيالها وتفضل حريصة على البيت، وممكن يعني تدفع حياتها تماماً للمحافظة على العائلة، ما بقاش المفهوم ده موجود قوي. ولا الولد كمان، لان يعني سن النضج حتى النهاردة لما تقابل ولد عنده 20 22 سنة 23 سنة، ما بتلاقوش نضج خالص، بتلاقيه طفل. ما كانش كده الكلام زمان، كان الراجل بيخلص جامعة من دولت ويخش الجيش ويطلع راجل يعني يشيل بيت ويتحمل مسؤولية. لكن النهاردة الكلام ده مش موجود.
الحاجة التانية برضو هنا في أمريكا ثقافة المرأة، ثقافة تقدير وإعلاء شأن المرأة فوق الرجل. هنا المرأة مكانتها أعلى من الرجل، هنا المرأة كيوت، ضعيفة، مستضعفة، غلبانة، كل القوانين اللي حواليها بتحميها، ما تقدرش تزعلها، ما تقدرش تشخط فيها، تعلي صوتك، تضربها، الحاجات دي كلها ما تقدرش تعملها. هنا الرجل الأمريكي شفت مناظر كتير بيبقى واقف ورا مراته، هي اللي يعني شفت كتير، يعني لو نفسه يشتري حاجة ما يقدرش يدفع ثمنها غير لما يبص لمراته جنبه يقول لها ممكن اشتري، تقول له اه او لا، لو لا بيحطها تاني، مفيش نقاش خالص. لان هنا تبعية الموضوع صعبة. كمان هنا شفت واللي لاحظته ان الراجل طول الوقت هو بيفني نفسه عشان خاطر البيت والعيلة والمدام بتاعته. الراجل الامريكي يعني بيعمل لها كل حاجة، هو بيطبخ لها ويمسح لها ويكنس لها وينظف لها، وكتير يعني دي نسبة كبيرة. في ناس بتتعاون يعني شوية وشوية، لكن في الاغلب الرجل الامريكي هو اللي بيعمل كل حاجة. بنشوف كتير نسبة عالية قوي الراجل هو اللي بيعمل كل حاجة على حسب خبرتي. يعني في يعني بيحطوا ايديهم مع بعض شوية، بس الست بتعمل اقل بكتير قوي من الراجل. فهنا لما بتيجي انت رجل شرقي ما بيبقاش يعني الموضوع بالنسبة لك سهل، بتغير كلنا تربينا بالمنظر دوت، يعني ما بيبقاش الموضوع بالنسبة لك سهل، وخصوصا ان انت لو في يوم من الايام بدأت تضعف او يعني يقل مجهودك او تقل نشاطك في المنزل او نشاطك في خدمة زوجتك، ما بيبقاش الموضوع حلو. اول بتبدأ بقى تشتكي لزمايلها، طبعا بنسمع الكلام ده بنشوفه، ما بيعملش، ما بيسويش، سايبني انا بنظف، يعني الكلام ده بيبدا يحصل بقى وانا بطبخ، انا مش هروح من البيت اعرف اعمل له مكرونه اند تشيز، هو الموضوع كله يعني الطبيخ بتاعها ما بياخدش نص ساعه، كلام فاضي يعني، لكن برضه مش عايزه تعمله، عايزه تروح تلاقيه هو عامل لها شويه وتسيب الدنيا وتمشي، تقابل واحد يقول لها كلمه حلوه تسيب الدنيا وتمشي. فانا يعني انا ده رايي الشخصي، مش مستحب، في يعني ممكن نسبة تنجح، لكن انا بتكلم على الاغلبية، ان عاش سنة او سنتين او ثلاثة بيبقى الموضوع مش بيطول. يعني في ناس بينجحوا فيه، بس النسبة كام؟ اذا كانت النسبة حتى بين نفس الناشوناليتي، نفس الجنسية ونفس الطباع وكل حاجة، ما بيحصلش بينهم سلام لفترة طويلة، وبدأ نشوف مشاكل اعلى قوي 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 من الجيل اللي قبله والجيل اللي قبله. يعني كل ماذا وتلاقي الجيل اللي جاي صعب قوي في الحياة الزوجية، يعني في ممارسة الحياة الزوجية. فأنا رأيي الشخصي يعني بلاش موضوع الزوجة الأجنبية، لأنك مش هتقدر، لو قدرت سنة ولا اتنين ولا تلاتة مش هتقدر تعيش بالمفهوم ده، ولا تقدر انت تقبل على نفسك حاجات كتير هي في طباعهم او عاداتهم شيء طبيعي. يعني على سبيل المثال مثلا هنا مش بيقابلوا يسلموا على بعض بالايد الولد والبنت، يعني بيقابل يعني بتقابل حد ما شافتوش من فتره، سواء لو عارفاه يعني بقاله فتره او كده، زميلها كان في الجامعه، جارها من زمان او هكذا، بيحضنها او هي بتحضنه، فانت مش هتقبل حاجه زي كده وتقول لها لا لا ليه، انا ما فيش حاجه، هم بمفهومهم ما فيش حاجه غلط، لكن انت بمفهومك العربي ده حاجه يعني مش كويسه وغير مستحبه. فلو قبلت سنة ولا اتنين مش هتقبل بعد كده، في نسبة هتتنازل وهتغير عاداتها يمكن، لكن النسبة الأغلب هتفضل ماشية على نفس المنهج. ولو هي جملتك شوية هترجع، لازم الطبع يغلب التطبع، وبعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة مش هتقدر تكمل معاك بنفس الأسلوب. بالنسبة للزوجة المصرية برضه هتظهر مشاكل الجيل الجديد ومشاكل الالتزام والتربية، لأن كل الأبهات بتوع الجيل دول بتاعنا رب أولاده على إن هم كل اللي عايزينه وأخدوه بنسبة كبيرة. يعني حاولنا يعني نعوض اللي احنا يعني ما شفناهوش في أولادنا، عايزينهم يبقى أحسن مننا، فبدأ ينتج عن ده إن الأولاد بقت كل حاجة عايزاها بسهولة أو موجودة عندها، فهي عايزة نفس الكلام عند زوجها وأكتر، أو هو عايز نفس الكلام من زوجته وأكتر، زي ما مامته كانت بتعمل معاه وبابا بيعامله. فهم الاتنين عندهم سقف عالي قوي من الطموحات، سقف عالي جدا من
التوقعات اللي هي مش موجودة، والمشكلة انهم مش بيتنازلوا بسرعة عشان يوصلوا لحل وسط او الحياة تمشي. خلافات كتير هي بنشوفها يعني. ف يعني انا يعني لو انت معلكش حد قريب لازم تتأنى، يعني انت بتقول كمهاجر جديد، لا مهاجر جديد يبقى لازم تتأنى، لان انت ما تعرفش عادات البلد وما تعرفش ازاي بيتصرفوا ولا هي يعني تفكيرها ازاي او كده، لازم تتأنى بشكل كبير جدا يعني. لكن الاندفاع مش نتيجته مش محمودة، حتى لو عربية، حتى لو مصرية، حتى لو ايه باللازي، برضو في المدارس لان التلقين هنا عالي جدا والحرية سقفها عالي جدا جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كده قانون الإجهاض الجديد والمحكمة، وطلعوا السيدات كلهم يقولوا ماي بادي ماي تشويس، انا حرة في جسمي محدش له حق فيه غير انا مثلا، يعني زي ما انتم شايفين ان ده الفكر اللي بيعلمه لهم، انا جسمي ده انا حرة فيه، ما فيش حد له تحكم فيه، عايز احتفظ بيه عايز مش عايز انا هنزله يعني. شيء بشع. النهارده حتى لما انت هتبقى عايز تتزوج حد من مصر بعد ما بتقضي فتره في امريكا، هتظهر مشكله تانية برضو، ان انت موضوع التاقلم، في ناس كتير وشباب كتير يقول لك انا لسه هجيب حد من مصر، لسه هتتعلم بقى تروح تاخد دروس السواقه وتتعلم السواقه في امريكا او تتعلم قوانين امريكا، تتعلم الانجليزي من اول وجديد، مش هتبقى يعني انا وفكري انا اتغير خلاص او بقيت حاجه تانية، فانا هجيب حد انا افضل بقى يعني حمل فوق دماغي او حمل تاني فوق راسي، ان انا لازم هعلمها كل حاجه، انا اللي اخدها واجيبها واديها، مش هتبقى ند ليا يعني. انا بحاول اطرح المشاكل اللي هي موجوده حوالينا وبنشوفها من ناس كتير، هي الموضوع مش يعني يكاد يكون موضوع صعب، الزواج في امريكا مش سهل يعني بحكم الغربه زي ما قلت لكم، يعني تاخدها من هنا في مشاكل، تاخدها برضو من مصر بدا يبقى في مشاكل، لان الفكر اتغير، وانت ما عندكش السعاده ان تتحمل مسؤوليه كبيره، ان انت تفضل لسه هتاخد منك سنين عشان تتعلم وتتاقلم مع الجو الجديد. يعني انا رايي الشخصي هو انك تتأنى كمهاجر جديد، يعني ما تندفعش، لان الاندفاع عواقبه مش كويسه، ويعني تتقرب الى الله وتدعي ان ربنا يرزقك بزوجه صالحه، لانك انت اختيارك دايما هيبقى مش موفق، لان انت حياتك جديده وما تعرفش يعني حاجه عن المجتمع اللي انت جاي فيه ده، فما قدامكش غير طريق واحد، هو انك تدعي ربنا طول الوقت ان هو يوفقك في زوجه صالحه تربي لك اولادك وتحافظ لك على بيتك واولادك، غير كده موضوع يعني انا شايف ان الموضوع سهل ماديا لكن صعب اجتماعيا للظروف اللي انا حكيتها. اذا كان يعني بسمع كتير في مصر ان المشاكل زادت قوي قوي في مصر حتى بين المصريين اللي عايشين في بلدهم، فما بالك لو انت جيت امريكا يعني تصطدم يعني بثقافة جديدة وتصطدم بثقافات مزدوجة، يعني ممكن تكون حد حتى تاني، ممكن تقابل بنت تانية مهاجرة من اسبانيا ولا مهاجرة من دولة من جنوب امريكا او ثقافة تالتة خالص، يعني انت مصري هي مثلا من تايلاند وعايشين في امريكا، ثلاث ثقافات في بيئة واحدة، الموضوع صعب. حاولت اوضح وجهة نظري، الموضوع له جوانب كتير جدا، لو عايزين ان انا اتكلم في مصاريف الزواج بالتفصيل ممكن نقعد نتكلم عليها بالتفصيل الحلقة الجاية. قولولي ايه رأيكم وانطباعاتكم، لو في اسئلة تانية في هذا الموضوع ممكن نجاوب عليها في حلقات قادمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، أرجو أكون فدتكم، أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.